ازيكم شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا مش لحد دلوقتي ما حلتش المشكله اللي موجوده في البي سي، تمام؟ ف هنسجل من الموبايل كده، ايه لحد ما المشكله تتحل. انا يعني ما بعرفش العب من الموبايل بصراحه. بص شباب، في ناس سالتني هل حشود الميكس بتتصد بمصفوفه ثابته او مصفوفه رماه؟ مش كل الحشود بتتصد بمصفوفه رماه، قلنا ده مليون مرة. وحشود الميكس يا جدعان ما بتوقفش برضه عن مصفوفة، يعني هو لو نسبه عالي هيولعك هيولعك انت حتى لو صديته صح. هي الفكرة هنا ان انت واحد خلاص نسب النوع عنده بقت 1000، يعني واحد خبطك ب1000، تخيل 3 انواع يخبطوك 1000، 1000 ورا 1000 ورا 1000، ادي 3000. هل مصفوفة الرماة بصحتك ال400 دي ولا صحتك ال500 ونسبك ال500 مثلا هتقف قصاد 1000؟ قصاد 1000 صحة و1000 هجوم؟ أكيد لأ يعني، تمام. فالفكرة هنا إن حشود الميكس مش إلها حل غير حل واحد بس. هيجي واحد محنك يقول لي الحل. أنت عم كحيان وعلى الله حكايتك، وأنا عارف، وأنا كحيان زيك، تمام. هتعمل إيه يا كحيان عشان خاطر تواكب هذه التطورات؟ أول حاجة لازم تحط 3 أبطال رماة على الجدار زي ما انا حاطط كده، 3 ابطال رماء. في واحد كحيان يجي يقول لي فين ال3 ابطال رماء؟ اهو الغول، الغول واحد، مطربة البحر 2، ملكة التلج 3. في ناس بتحط بقى المتعقبة، والناس دي انا لو انت بتتفرج عليها، ولا انت ولا لو بتتفرج عليها وبتحط متعقبة على الجدار، ولا مش تطلع بره، يا مش تطلع بره. خلصانة خلصانة يا جدعان، والله العظيم كلب، فهمتوا؟ فاللي بيحط متعقبة ده يا نوب يا منوب يا زحليقة، وحاجة من الاتنين، من الـ4، قول اللي تقول عليه، تمام. وفي ناس بتحط الغراب، انا بفضل الغراب، لان الغراب لو انت ما عندكش يعني مطربة البحر يعني، او ما عندكش 3 ابطال رماة، يعني ممكن تستبدل الغراب بالمتعقبة. الغراب الاسود بيدي صحة 50، احسن من المتعقبة، تمام. خلينا متفقين يعني ان الصحة اهم من النسب، تمام، في الدفاع وفي الهجوم وفي كل حاجه صحيه اللي بتتكلم. حلو، 3 ابطال رماه على الجدار ده لو انت عايز تصد حشود ميكس مرتاح او تقلل الضرر. على الاقل وحشين رماه على الجدار. هتعرف تعمل دي يا باشا؟ اعملها، وحشين رماه على الجدار، تمام. طيب هقول لك حاجه كمان، انا دلوقتي حشد عليا حشد ميكس، الحشد ده مثلا 8 6 6 بأي حشد، المهم الكومب ميكس داخل عليا ايه؟ طيار. اهو طبيعي بيحط مصفوفة مشاة، كاونتر مصفوفة المشاة مصفوفة الرماة، امين. احنا كده فهمنا الفكرة ليه هو بيدخل مصفوفة مشاة. لو انت حطيت له فرسان هيزحلقك يركبك المرجيحة، لو حطيت له مشاة هيطرقع لك على قفاك، لو حطيت له رماة برضه هيفشخك. اللي هو المهم الفكره فين؟ ان هي مصفوفه الرماه بتبقى كاونتر لمصفوفه المشاه. طيب انا دلوقتي واحد داخل عليه وحشد ميكس، انا عايز اصده، اهم حاجه نسبك، نسبك انت ايه؟ صحتك عامله ايه؟ هل انت فول مشافي؟ معلش يعني كده، انت فول مشافي؟ تقول لي لا، تقول لي انا عامل مشفيتين، اقول لك حطهم في طيبه قلبك. ليه؟ ليه قلت لك في طيبه قلبك مش في حته تانية؟ لان هي دي الحته الوحيده اللي انت هتحط فيها كل مستقبلك، الشهاده بتاعتك، كل حاجة هتحطها فيها يعني. لقد كفر ده سعد الدين الهلالي، كفر كفر ابن كفر، الله أعلم بقى استتاب ولا لا، دي قصة تاني، تمام. ف دلوقتي كده فول مشافي، لازم تكون فول مشافي قبل ما تصد أي حاجة، قبل ما بص قبل ما تفك درعك لازم تكون فول مشافي عشان الصحة، تمام. مش حارب لي بمشفيتين وعايز تصد لي حشد ميكس، لا يابا مفيش الكلام ده، تمام، لان الصحه بتاعتك يعني تبقى رايحه بتاعتك، تمام. طيب ال 8 6 6 ده يتصد ازاي؟ بصوا انا اتخبطت حشود ميكس كتير، تمام، اتخبطت 9 9 2 وصديته على مصفوفه الرماه، والله ما لحقتش اغير مصفوفه مشاه، تمام، بس صديته، بس ايه زعلني شويه يعني، عمل لي قتله كتير. وصديت ال 8 4 8 وال 6 5 9، كل ده صديته على مصفوفة رماية.
تمام. كنت بعمل تيست انا واحمد فاكر انا من فتره، حطيت صفوف مشاه قصاد حشد من في الكومب يعني في المخيم، طلعني هو طلعني في كل الحالات يعني، لان هو نسبه فاهم انت الفكره عامل ازاي، فانت هيطلعك هتولع يعني. بس الفكره هنا ان انا لقيت ضرر المصفوفة المشاه عالي على صفوف المشاه، يعني انا لما حطيت صفوف مشاه وهو دخل مصفوفة مشاه الضرر كان عالي عليه، هو الضرر عالي عليه هو وزاد عليه بس قل عليه انا، يعني صفوف المشاه قللت الضرر عليا وفي نفس الوقت زادت الضرر عليه هو لما هو دخل مصفوفة مشاه. لما حطيت مصفوفة رماه الضرر قل عليا وعليه وطلعني برضه، يعني في كلتا الحالات انا طلعت. بس الفكره هنا صفوف المشاه كانت زي الكاونتر لمصفوفه المشاه، تمام. ده كان في المخيم، انا مجربتش ده في الحساب يعني، انا جربته مخيمات. فهنحاول احاول يعني باذن الله النهارده اجربه تاني، تمام. خد بالك، فدخلت مع ناس كده ما اعرفهمش، تمام، في اللاين لقيت حد ضايفني يعني في جروب، لقيت ناس بتتكلم في على ايه، على انهم قدام في اللعبه بقى، وانا يا ما وانا يا با وانا يا با انا يا يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، انا اصيل لمخه في الكلام، اصيل لمخه، ده عايز يتعالج ويجينا. ما يا عارف انت الناس دي اللي هو بيحكي كانه اتولد لقى نفسه في اللعبه، وان هو راجل كبير وشعره شاب في اللعبه، واخد بالك انت، بيتكلم بالاسلوب ده مع بعض ويقول له يابا الناس اللي طالعه جديد دي ما بتعرفش حاجه عن اللعب، يابا الناس اللي طالعه جديد دي لو حضروا ايام زمان، ايه حضرت ايام حرب، انت محسسني انت حضرت 3 حرب 73 يا ابني، في ايه يا ابني، دي لعبه يا ابني، ايه ايام زمان دي، هي ايام زمان كانت ايه، كانت اللعبه حلوه وبسيطه وهاديه وما فيهاش كل النوج ده، كان كبيرك ولا كبيرك ولا كبيرك تحشد عش ليفل 3 ولا عش 3 كبيرك انت كان معظم الناس اللي بتنضم معاك في الحاجه التي 1 تي 2 اللي كان بيفتح التي 3 عندنا كنا بنعمل له فرح وكنا بنسميه قائد حشد، تمام. فانت ما تعمليش نفسك بتاع. المهم يا جدعان، فضلت انا ايه متابع الجروب وانا ايه ما بتكلمش لان انا دايما صامت بتابع في الخباثه، لقيتهم عمالين يهبدوا قصاد بعض، ده يقول له حشد الميكس عشان تصده لازم تكون نسبك عالية، تمام؟ واحد يقول لك حشد الميكس عشان تصده لازم يكون جيشك كبير، واحد يقول لك لازم تصده مصفوفة فرسان، واحد يقول لك صفوف فرسان، واحد يقول لك صفوف رماة. طب انت راجل قديم، ايه رأيك ان حشد الميكس ده اصلا قديم؟ يعني حشد الميكس ده من ايام الفراعنة كانوا بيحشدوا ميكس يا جدعان لانه ما كانش عنده عدد نوع كفاية، يعني الناس لما كانت بتحشد ميكس كان بيحشد ميكس لانه ما عندوش نوع، يعني محدش كان عنده 200,000 نوع من النوع الواحد، كان بيبقى عنده قليل، فتلاقيه دايما بيحشد ميكس 50 50 50 او 100 100 100 او 70 على حسب. ديك حشود الميكس كانت زمان اصلا موجوده، تمام، وكان في اصلا بلاستات زمان، ويعني اول ما دخلت اللعبه جديد كان في بلاستات بتحشد عليا لما كنت فخ فردي، كانت بلاستات غريبه يعني بلاستات انت عارفين نوعين بس غريبه، ما كنتش بعرف احط مصفوف ايه يعني، بحتار بفضل اقول احط ده، يعني واحد دخل عليا قبل كده وشاف فرسان، هو ده بلاست الفرسان، ده فرسان احط له مصفوفة فرسان يولعني، احط له رماه يولعني، احط له صفوف يولعني، اللي هو انا ايه، طب لو حطيت لك مشاه هتفشخني مش هتولعني بس. فالفكره هنا ان البلاستات او حشود الميكس اصلا خطيره من زمان مش من دلوقتي، يعني زي ما قلت لك انت عايز تصد حشود ميكس يا معلم وطالبه معاك ان انت تصد حشود ميكس، لازم تبقى عارف ان انت لازم تكون فول مشافي، تمام، فول مشافي، نسبك حلوه، بعدين يعني انت في ممالك، يعني في ممالك يعني تنزلها في ناس كحيانة يعني فاهم يحشدوك، يعني انا بهجت نزلت مملكه والله العظيم، يعني انا بنقل عشوائي كده عشان اشوف لي وحش اضربه وكده، نزلت جنب واحد 15 مليار 15 مليار واقف جنبي كده كتف في كتف وانا من غير درع، تمام،
فاللي هو بيقول لي فيه ايه اللي هو انت ياض نازل هنا انت نازل جا انا ممكن اتلفك واحده فردي ناحه واوديك البتاع واقف جنب والله انا اول ما جيت جنبه راح اشدني كانه بوت كانه حرفيا بوت عارفين البوت هو بوت اول ما نزلت جنبه كده يا دوبك انا ما خدتش بالي انا نزلت جنب مين هو عادي يعني قلعه عاديه شكل البتاع ده المهرج فانا عادي يعني بدور على وحش وكده في المملكه لقيت عدو وحشت حليفك حليفك اتحشد ولقيت اسم بهجة طلع قلت ايه ده الله ابص كده الاقي نفسي انا اللي محشود ابص الاقي اللي حشدني 15 مليار واقف جنبي وماكس 12 وترصيع وبتاع دبش عليك اترعبت يعني انا لو كنت حمى في الوقت ده كان خلاص يعوض ربنا ايا كان حشده ايه والله لو حشد فرسان الرماه بطيخ هيولعني هيولعني ويجيب عليا ضرر ما حصلش في التاريخ تحت مالي اسر القائد بتاعي فانت انزل حاجه تكون في مستواك كان في برضه سؤال اتسالني وانا رديت عليه بتاع 3 4 مرات في الرسائل برضه وساعدها تاني هقول لك انا السؤال ده السؤال اللي جالي الضرر اللي بيعملوه الناس اللي معداتها استثناء واسطوري في ساحه التنين هل الضرر ده لو طلعوا بره ساحه التنين قصده في العجائب يعني هيعملوا نفس الضرر ده لا في ساحه التنين في حاجه اسمها البقايا القديمه البقايا القديمه دي بتديك هجوم جيش الاربعه اللي فيها بيهدوك 250 هجوم جيش ال 250 دول يا معلم الله اعلم 250 ولا 300 250 هجوم جيش انت متخيل يعني 250 نسب فوق نسبك فانت معدتك اسطوري استثنائي فانت هناك معدتك كانها خرافه في ساحه التنين هتطلع انت وصاحبك الكحيان اللي فضلتوا تضربوا بعض في الحصن عشان البقايا القديمه والكلام ده تطلعوا بره في حصون عاديه في عجايب انت ما عندكش ابحاث عجايب وهو على الله حكايته ما عندوش ابحاث عجايب انتوا الاثنين هتضربوا بعض هتزغزغوا بعض هيبقى ضرر ضحك كبيرك هتعمل له 500 يعمل لك 500 ده من ال 2 مليون هو ده اللي الضرر اللي هتعملوه لبعض مش ضرر كبير زي اللي بيحصل في ساحه التنين وبعدين ساحه التنين ما فيهاش قتله فبتضم المصابين مع القتله فبيطلع معاك الضرر عالي في المصابين يعني بتلاقي مثلا مليون مليون و100 لا هو فكره ان هو بيضم الاثنين لان ما فيهاش قتله فيها مصابين بس فانت في العجايب بره لازم تكون عامل ابحاث عجايب عشان تلعب عجايب من غير ابحاث عجايب لازم يكون نسبك عالية طب نسبك مش عالية خليك في ساحة التنين عندك أبحاث عجايب انزل ضد ناس في مستواك انزلش ضد ناس قوية عشان خاطر ما تعيطش وتخسر صحابك جيش على الفاضي زي ما ناس كتير بتعمل في ناس بتدخل تتدرب يعني أنا قبل كده حشدت حشد كنت أول مرة أحشده فقلت الناس ارفعوا تي فايف عشان لو اتصديت ما ناكلش حمام دم ارفعوا تي 5 ليه؟ هترفع تي 5 ليه؟ عشان خاطر اللي قصادي حاطط تي 5 كتير وانا تي 5 قليل والبلاستيك كنت اول مره اجرب فلازم اللي معايا يعرفوا ان انا خايف على مصلحتهم انا مش عايز اضرهم انا مش عايز اخسرهم جيش انا بنزل فزع لحد بنزل حرب وكده بقول لهم فللوا بس انا مش عايز اكتر من كده انا مش عايزك اكتر من ان انت تفلل يا معلم وما بطلبش موارد للعلاج يعني فاهم انت بروح واخد بعض وانسحب وكده الا التحالف الهندي اللي انا نزلت له اخر مره كان ازتك مكلمني فنزلت ازتك ده صديقي الهندي واخدين بالكم ده يعني جابني في حروب عنده حروب مثلا تحالفات هنديه كذا وكذا ينادمني يقول لي تعالى انزل افزع لهم وكده فبروح يعني فاهم وهو برضو لما بطلبه في حاجه بصراحه بيجي وهو نشيط حرب نشيط حرب نشيط عارفين عارفين محرات حرب حرف والله العظيم يا جدعان محرات حرب ما شفتش واحد بيحارب زيه يعني هو الاول كان معاه حساب كحيان ربنا كرمه وجاب حساب فول بطل ملحقات وكده وخد كورسات على ايد واحد اسمه احمد النرم والواد بدا يطلع ويتلعلع تمام بس لسه نوبر واخدين بالكم المهم هعمل تيست على بهجة حساب بهجة بتاعي حسابي سوبر ديمي
على بهجت وهعمل تيست في المخيمات، محدش يقول لي احشد بجد. ايوه المخيمات، وهوريكم الفكره يعني بهجت او كحيان، عشان بس محدش يقول لي هتعمل تيست على حساب قوي، واحد صاحبك ممكن يكون في التحالف نسبه عاليه بطيخ، طب نسبه كام؟ هتشوفوا كل حاجه طبعا، عارفين نسب بهجت، وهجيب لكم نسب بهجت وهوريكم التيست عيانا بيانا، واخدين بالكم. و يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب الصوره واضحه، هجيبها لكم من كل الجهات، وهثبت لكم ان وحشود الميكس هي كده 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 هتولعك، يعني هي صدتها صح صدتها غلط هي هتولعك، بس الفكره ان انت بتقلل الضرر على نفسك. بس انا عادي اولع، ما عنديش مشكله ان انا اولع، بس اولع بضرر قليل، مش اولع ب 16 مليون على الجريده، ولا 8 مليون ولا 10 مليون. ليه ده يا عم؟ انا اولع بضرر قليل، اطلع بكرامتي. ما هي كده كده هي لعبه حرب، هي لعبه حرب، ولازم قبل ما تدخل الحرب تكون مستعد ومشافيك مفلله ودنيتك زي الفل، وما تاخدش بكلام الناس، لان هتاخد بكلام الناس هتتعب. هتتعب. يعني بلاش تنشر على الفيسبوك يا جدعان جيشي ده يصد، ما يصدش يا روح خالتك، ما تنشرليش بوستات على الفيسبوك تقول لي الجيش ده يصد، هتاكل كميه تنمر، وهيدخل لك شويه مزارعين ما يعرفوش حاجه عن الحرب يفتوا ويهبدوا، وانا بشوف الهبد ده بعيني وبتعب نفسيا. فانت بتتعب واحد نفسيا عشان خاطر تضحك عليك 20 واحد، ايه يا ابني؟ ما تنشرش حاجه على الفيسبوك، ما تنشرش بوستات جيشي ده يصد، ما يصدش. انا ببقى عايز اقول لك ما يصدش، بس الاقي ناس يقول لك ايه، ايوه يابا ده انت بلاع، ده انت دباب، يا الدبابة خش، يا الدبابة ده انت تدخل تبلع تاشي، تبلع مش عارف مين. يا ابني الناس اللي بتدخل تقول لك انت تبلع دي عندهم طاقة ايجابية، دي حلوة، بس دول تطبيلهم اوفر، دول عايزينك تولع، دول عايزين البوست اللي جاي تقول لهم انا اتصفرت يا جدعان. تمام، يعني واحد جيشه 4 مليون يقول لك اصل اتحشت، يا جدع 4 مليون تستحشت. طبعا انت لو معدات قائد حشد، حساب قائد حشد، ممكن تصد حشد ب 2 مليون كمان، مش ب 4 مليون. بس انت قلعه نسبك 310 320 ولا فردي. فعشان الفيديو بس ما يطولش يا جدعان، لان انا لغيت كتير، ما تنساش تحط لايك هيك احيان، ولو عندك اي هبدايه استفسار واخد بالك عندك التعليقات اديها. تمام، والفيديو الجاي باذن الله هنعمل التيست اللي قلنا عليه، وحاول باذن الله احل مشكله الصوت الكهرباء اللي بيحصل في صوت الزنه اللي بيحصل في الكمبيوتر اخو شليتا ده. تمام، بس كده شباب، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام. قبل ما اقفل يا جدعان، ايه رايكم؟ انا عندي فكره، عندي فكره بس لسه شغال عليها. الفترة اللي جاية دي انا هعمل تنوع كده، تمام، هبدأ انزل العاب تاني جنب لوردس، يعني ما تفتكرش ان انا اسيب لوردس، لا هنزل العاب تاني، يعني بس مش بابجي، عشان انا منوى بابجي اصلا، وصاحبي ده انا بدله على عينه بس عشان خاطر هو بيصيح وزياط، ولعبته بيس اقسم لكم بالله بيس، انا معايا، انا مسجل له بيس، وانا يعني بصوا كلمة تشليح دي كلمة قليلة، انا شلحته هربته، دخلت فيه جوان بكل اللعيب ده، عارفين مرجان لما دخل الكره بالامانه، انا دخلت كره بالامانه دي. هوبا، الله الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان، خلصت الماتش يا ابني. انا برضه تمام، حطيت عليه في كل الحاجات وفي كل المجالات، بحط عليه وداعس عليه في كل حاجه، وبرضه مصمم يقول لك حظ، وانا سايبك سايبني 35 كلك احيانا. يا ده انت جايب كونكر من مسوق الجمعه، ده كان يا جدعان عامل كونكر ازاي، جايب كونكر ازاي هو؟ انا ما بفهمش في الكونكر والكلام ده، بس الفكره هو كان مغير سيرفر بينزل مع الناس المناوب الصينيين واليابانيين والحاجات دي، وكان اللاج عنده عالي، عشان كده خاطر هو جاب كونكر. انما هو لو نزل مع السيرفر اوروبا كان اندعس، كان اندعس ورا الشرق الاوسط، كان اندعس الاتراك الكنابير، ويعني كان هيدعسوه العرب محترفين، يعني انا شفت العرب محترفين بصراحه. تمام، فانا ببجي ماليش فيها، فانا في العاب كتيره تانية، العاب رعب كده، العاب بس العاب غير الالعاب اللي كنت منزلها على القناه، يعني العاب تانية. تمام، هبدا انزل العاب تانية، بس ايه لما افضى كده باذن الله هحاول اصرف لكم 20 30 فيديو كده، بس كده شباب، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام.
I am you.